أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وابتغوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واقتل من قتل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا ما ينفع عليك اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة